في نوطوفيل اليوم جينا كنحتجوا على الشركه اللي هي اسميتاس اس ام اس لانها ما توصلناش باجور ديالنا. معنا اليوم 10 ايام وهذا الموضوع ماشي اول مره كنطرقوا ليه. هذه الثالث شي 6 شهور هذه منين شدات الشركه معنا وحنا نفس المشكل عندنا، يعني كنعانيوا من هذا المشكل بالاضافه الى التهديدات والتهديد بالطرد لبعض المستخدمين والمستخدمات اللي خدامين في محمد السادس، وهذا مشكل بزاف كنشدوا به الناس ديال والي مراكش، كنشدوا والي مراكش باش يتدخلنا في هذا المشكل هذا ويحل لنا، لان الاداره العامه ما بغاش تدير معنا الحل، ما تحد ما بغى يستجب للدعوه ديالنا ويفتح معنا الحوار. للاسف الان غادي نديروا واحد مسيره للولايه باش نشدوا الناس اللي كبار من المستشفى الجامعي باش يحلوا لنا هذا المشكل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنايا كمستخدمين تهاندنا في كرامتنا لا يعقل ان مؤسسه بحجم مستشفى محمد السادس الذي يحمل اسم لا يعقل ان مستشفى محمد السادس بحجم لا يعقل مؤسسه بحجم مستشفى مركز الشفاء محمد السادس الذي يحمل اسم جلالة الملك نصر الله أن يهان المستخدم بكرامته وأن يحرم من راتب الذي يأتي إليه من أجل أطفاله ومن أجل لقمة معيشته، أن يحرم له من أجل خدمة المواطن الآخر وهو المريض، وفي الأخير يحرمون من رواتبنا ويتعسفون علينا ويحطون بكرامتنا. نحن نطالب باسم المستخدمين أن تحل جميع مشاكلنا وأن تعطى أبسط حقوق المستخدم حقا وواجبا، ونحن نؤدي واجبتنا بأكمل وجه، ولكن لا نؤخذ حق ودليل رواتبنا لا تصرف. نحن نطالب الطلاب والآن عاشرة في الشهر، عشرة في الشهر أخويا، عشرة في الشهر، وباقي حنايا ما طلعتش. كاين اللي تابعوك راه، كاين اللي تابعو وليدات، كاين اللي ما دخلش الدار ولادو، كاين اللي ولدو مريض، كاين اللي بزاف المشاكل. حنايا مساكين والمستخدمين تيشدوا راتب حجم 1400 درهم فقط بنزين ليأتي إلى المؤسسة مرة أخرى ليعمل. لا توفير لا صحة، ونحن نطالب المسؤولين عافاكم حرمونا حرمونا الله ارحمونا الله يرحم الوالدين، رحمونا رحمة أخ لأخ مواطن لمواطن، صرفونا رواتبنا كاين اللي تابعوك لكن وشكرا، والإدارة اللي عاونونا اللي وقفوا معنا ضد هذا التعسف وشكرا. وشكرا. مزيان. علاش باش هذه دابا كلام اسمه ياك هذه جريده ديال جريده الكترونيه صافي وقف على نيس. اذا حكمناهم هما، يعني راه هما المشكل ها هو ما فهمتي. اذا كنشكر الاخ في الجريده على هذا الاستجواب، لكن ماذا عساني ان اقول بعدما سمعتوا من المعنيين بالامر اشنا هي المعاناه ديالهم وقدر المعاناه ديالهم. ونحن في الاتحاد المحلي للفيدراليه الديمقراطيه للشغل نبهنا ما مره المسؤولين من هذه الوضعيه. لقد سبق في وقت ما انه وقع هذا المشكل هذا وتعالج مع الاداره العامه وتم الاتفاق على ان لا يتكرر. فنحن اليوم يتكرر من جديد، لذلك فنحن في الاتحاد المحلي للفيدرال الديمقراطي للشغل نستنكر استنكارا شديدا هذه التصرفات واللامبالاة التي سجلناها اليوم في غياب المسؤولين، حيث أن الناس حاضرين الآن لنحاور مع الإدارة المسؤولة على هاد الوضعية هذه وما لقينا حتى شي حد. بمعنى أكثر من هذا أن الكاتب العام اللي هو موجود في لوبيتال ما استقبل حتى شي حد، بل خوى المكتب ديالو أخرج. والآن المستخدمات والمستخدمين ديال سي اش او اللي هما منخرطين في تنظيم نقابي ديال الفيدرالية الديمقراطية للشغل عازمون على الدفاع عن حقوقهم ويطالبون بالاستجابة الفورية لحقهم الأساسي اللي هو الأجرة ديالهم الشهرية. هم قاموا بواجبهم ودائما كيقوموا بواجباتهم، لكن هذه حقوقهم وحقوقهم خط أحمر. فعلى المسؤولين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي
والشركة اللي هي كتدبر هذا القطاع أنها تستجب لهذا الناس. وهم الآن في جمع عام قرروا الدخول في الاعتصام إلى حين صرف رواتبهم، فلا يمكن لنا الآن إلا أن نسجل بأسف شديد غياب المسؤولين على القطاع وعدم اهتمامهم ب